يسعدنا كحزب أمة أن نتوجه إلى المواطنات والمواطنين سكان جهة الرباط سلز مرزعير بالنداء التالي: عليكم أن تسحبوا بطائقكم وبطائقكن الانتخابية وأن تمارسوا هذا الحق بكافة مستلزماته، وأعلاها الرقابة، وأن لا تسمحوا للمفسدين والفاسدين بأن يعيثوا فسادا في مدنكم وفي قراكم وفي مجالسكم القروية والحضرية. وندعوكم إلى أن تحضروا معنا في معركة الكرامة ومعركة النزاهة، معركة 7 شتنبر. هذا حزب الأمة يناديكم منكم وإليكم، وشكرا. فوطي وعليان، ادير الخير فيكم وفيان.